بدون إطارات أي ترسل للكوكب. فإن إحنا بنعمل المؤتمر دوت النهارده على ضفاف قناة السويس. أنت امتلكها مصر امتلكها المصريون. والسيادة أولاً وأخيراً للقناة لمصر وللمصريين. النهارده حضراتكم شركاء معانا في هذا اللقاء لنوضح نقاط كثيرة يمكن كان فيها جدل خلال الفترة السابقة. إن شاء الله بأسئلتكم هنجاوب عليها ونحاول إحنا نرد ونوضح الأمور. طبعا احنا تابعنا خلال الايام الماضيه مسير حول مشروع قرار صندوق قناه السويس الجديد واستغلال اصول القناه باي شكل من الاشكال. زي ما شفنا في الفيلم التاريخي للقناه اللي احنا شفناه دلوقتي ان قناه السويس حفرها المصريون من 153 سنه 1859 واستمر الحفر 10 سنوات حتى افتتحت عام 1869. اشترك في حفر قناه السويس ربع الشعب المصري. الشعب المصري مليون مواطن من المصريين اشترك في حفر قناه السويس وكان التعداد ايامها 4.5 مليون، يعني بنتكلم على مشروع اقاومه المصريين بربع الشعب بالكامل. واستشهد منهم 120 الف واحد. ودمائهم الزكيه يمكن سرت في القناه قبل ما تسري فيها مياه البحر. بعد كده قرار التاريخي لتأميم قناه السويس عام 1956 من رئيس الجمهورية شفنا القرار جمال عبد الناصر تأمين قناة السويس شركة مساهمة مصرية بعد ما كان الخير بتاع قناة السويس بيقول للجنة. ومن أجل هذا القرار احنا خضنا حروب كثيرة جدا حتى نثبت سيادة مصر على القناة وعلى أرض مصر وسيناء بالكامل. بعد كده القرار التاريخي للرئيس محمد أنور السادات عام 1975 5 يونيو 75 تاريخ الهزيمه والنكسه تحول الى انتصار واعاده افتتاح قناه السويس مره اخرى للملاحه البحريه. بعد كده قرار الاكبر والاعم بحفر قناه السويس الجديده عام 2014 لمده سنه وافتتح في عام 2015 من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ان المشروع ده كان ليه اهميه كبرى عشان تصنيف القناه ورفع تصنيف القناه وجذب السفن العملاقه التي كانت بتمر بالرأس الغاء الصالح نتيجه ان قناه السويس القديمه كانت لا تصلح لعبور هذه السفن العملاقه. وبالتالي كان هذا القرار قرار تاريخي بحفر قناه السويس الجديده بطول 72 كيلو متر في سنه واحده ومن اول يوم ما افتتح قناه السويس الجديده يوم 6/8/2015 وبدات السفن تعبر في نفس اليوم دول ويدخل داخل قناه السويس للمصريين. بعد كده قرار اخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 بتطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس والجزء اللي كان حصل فيه الحادثه بتاعت ايفر جيفن من 40 كيلو من كيلو 122 تركيب القناه لكيلو 162 تركيب القناه بزياده العمق العرض بتاع القناه 40 متر جهه الشرق والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم من 24 متر ل 27 متر واضافه 10 كيلو متر كمان لقناه السويس الجديده في البحيرات المرة الصغرى بعمل ازدواج في البحيرات المصريه. كل النقاط دي بتأدي او تثبت السياده المصريه لقناه السويس والشعب المصري على قناه السويس. احنا بنقول ان في 2015 لما افتتحت قناه السويس الجديده ما افتتحش عند قناه السويس الجديده بس، لا ده افتتحت مشاريع كتير، مدينه الاسماعيليه الجديده 57 ألف وحدة سكنية أمام حضراتكم اللي بتشوفوها من هنا من مكان من هنا، خمس كباري عائمة وخمس أنفاق جديدة تضاف للكوبري الموجود نفع أحمد حمدي وست كباري، وزرع أسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من قاطرات كركات وقاطرات وإنشاءات. تطوير المجرى الملاحي القطاع الجنوبي وتطوير الجرشات والحفاظ على ال 66 قلم اللي افتتحوا فيه قناة السويس الجديدة. الاستغلال الأمثل لأسطول هيئة قناة السويس وتعزيز صناعة الوحدات البحرية في الشركات والترسانات البحرية. نقول بعد كده إن إحنا خلال الثمان سنوات اللي تولى فيهم سيادة الرئيس، طب إحنا قناة السويس وصلنا فيها لإيه دلوقتي؟ إيه الأرقام اللي إحنا حققناها بعد كل المجهود اللي اتعمل ده؟ وبعد أجدادنا ما حفروها في 10 سنوات واستشهد منهم 120 ألف واحد. نشوف كده مع بعض الإحصائيات اللي موجودة في العام الميلادي، إحنا بنتكلم عن العام الميلادي اللي إحنا بصدد انتهائه خلال أسبوع
من يناير 22 لديسمبر 22 مقارنة بالسنة اللي فاتت في نفس التوقيت. احنا عدد السفن السنة دي الحمد لله 23800 سفينة. السنة اللي فاتت كان 20600 سفينة بزيادة حوالي 15.3%. ده اللي بنصبه ليه دايما، ان في زيادات في قناة السويس وزيادات في عائد قناة السويس وزيادات في الدخل، ونبقى احنا دايما محط انظار العالم كله ان مفيش بديل لقناة السويس. الحمولات الصافية حققنا الحمد لله السنة دي مليار 410 مليون طن، والسنة اللي فاتت مليار 270 مليون طن بزيادة 10.5%. العائد بالدولار كان حققنا الحمد لله 7 مليار 923 مليون، يعني 8 مليار، والسنة السابقة كان 6 مليار 300 مليون بزيادة 25%. ده كل ده يدل على ان مجهود الناس اللي في قناة السويس واهتمامهم واسرارهم على نجاح هذا المشروع، ان احنا نستمر دايما متقدمين، وان احنا دايما نحقق نجاحات بقناة السويس اللي احنا لينا السيادة عليها وللمصريين السيادة عليها بحق الدستور. خلينا نستعرض كده نص الدستور، المادة 43 بتقول ايه في الدستور؟ تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا ومميزا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا بنقول الكلام ده، احنا مش ممكن بعد كل اللي بيتعمل دول إن احنا ممكن كمصريين، بتكلم أنا كمصري وكراجل وطني خريج المدرسة العسكرية، إن احنا نفرط في سيادة قناة السويس أو نفرط في أصل الأصول قناة السويس أو نتعامل مع قناة السويس بشكل شخصي، وهو الدستور هو اللي بيحميها والشعب اللي بيحميها. في ختام كلمتي أحب نوضح بعض النقاط بالنسبة للصندوق، بعد كده بنفتح الأسئلة. ما نطولش عليكم، نفتح الاسئله زي ما حضراتكم عايزين. هنقول الغرض من الصندوق بدا في 2019 اول ما توليت، او فكره الصندوق يعني اول ما توليت قناه السويس او رئاستها، اتشرفت بان انا اتولى رئيس قناه السويس في 2019 شهر اغسطس، وكان في لقاء مع سياده الرئيس وقال لي يمكن نشوف ان اللي هذكره سياده الرئيس ده كان في 2019، ان احنا انت عندك فلوس قد ايه على جنب عشان لو حصل طوارئ في قناه السويس او حصل اي حادث تقدر تعمل ايه؟ قلت له معيش فلوس. ممكن سياده الرئيس ذكر الكلام ده في المؤتمر الاقتصادي الاخراني بنفس الموضوع ده، لكن هو كان بدا كانت قال لي في 2019. فجئت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا راجل يعني مؤسسه عملاقه زي دي ما يبقاش عندك غير اقليه 300 400 مليار؟ المليارات عندي ما بقاش بالمناسبه، اللي بيسمعني عارف الكلام ده. لان الحلم كبير قوي. فقال لي لا، قلت له شوف احنا عملنا المشروع والاموال اتسددت، المشكله دكتور محمد اتسددت بتاعه ال 68 مليار بتوع ال، طب هقول لكم حاجه عشان للفكره. والله العظيم والله العظيم ان ال 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدوله، لكن احنا دخلنا الراي العام عنها عشان نعمل حاله مصريه بعد حاله ياس واحباط عاشت فيها مصر من 2011 لغايه ما اطلقنا المشروع في 2014. مش اغسطس 2014 يا جمال؟ اه. قلت له خلي كل حاجه تمام. قلت له شوف الفلوس الزياده اللي بتيجي بقى مش بتاعتك. صح كده؟ دي بتاعت الهيئة الاقتصادية، تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش، كل ما تصرفش قال لي ان انا اكون اقول اه. هي كده. طب الصندوق فيه كام النهارده يا دكتور؟ سنتين مش كده؟ ده يبقى دكتور معيط وجاي الدكتور مصطفى قال لي يا فندم ده كلام. قلت له اه زي ما وقفت جنبك سيبني اعمل. مش كده يا دكتور؟ النهارده فيه 80 70 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي سنتين ثلاثة أربعة يبقى عندي 200 300 مليار جنيه في الوعاء ده، تبقى الشركة دي ملاقيتها المالية إيه؟ نرجع تاني إن الهدف من الصندوق كان حاجتين أساسيتين، مش هم دول بس، كانوا حاجتين أساسيتين. الأول أولا إن إحنا نستثمر جزء من موارد الصندوق
تطوير الهيئة ومشروعات الهيئة تعود بالنفع والخير والنماء على هيئة قناة السويس وعلى الشعب المصري. النقطة الثانية وكان دي بداية الفلسفة بتاعة الصندوق أساسا، اللي هي مجابهة الأزمات والطوارئ القاهرة اللي ممكن تحدث. احنا عارفين دلوقتي احنا بنعيش ازاي في العالم والأزمات اللي بتحصل كل سنة. طب احنا بنتكلم على الثلاث سنوات السابقين، 2020 أزمة كورونا، الحمد لله يمكن ربنا أكرمنا وعدينا منها بسلام ونجاح بسلسلة تسويقية مرنة ودراسات وخطط، وقدرنا إن احنا حين العالم كله خسر وقنوات كتيرة خسرت إلا احنا حققنا زيادة في عدد السفن 8% وفي الإيراد ما زادتش عن السنة اللي قبلها لكن ما خسرناش، يمكن عدت بدون مكان. نيجي لأزمة إيفر جيفن في 21 مارس 21، الأزمة دي السفينة فضلت تحت 6 أيام، الحمد لله بفضل من ربنا ومجهود المصريين ومتابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا قدرنا ان احنا نعوم السفينة في 6 أيام. لكن الخبراء الإنقاذ العالميين وأكثر المتفائلين كانوا قالوا ان الموضوع دول هياخد من 3 شهور ل6 شهور. فبنحسب مع بعض كده لو احنا قعدنا 3 شهور بلاش 6 شهور، القناة مقفولة، هنصرف على القناة منين؟ لازم نرجع للدولة. فبدل ما انا ادعم الدولة ودعم الخزينة بتاع الدولة، حطوا من الدولة فلوس عشان نشغل نصرف على القناة. فدي كانت برضه من ضمن الفلسفة حاجتين مهمين قوي، الاستثمار ومجابهة الطوارئ. عايز اقول برضه نقطة ان الصندوق مراقب للجهاز المركزي. الصندوق حواليه مجلس إدارة وليه خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من خارج الهيئة من ذوي الخبرة. وهيبقى مراقب من الجهاز المركزي، يعني كل سنة ليه مراجعة الحسابات بتاعته عندنا، بعدين في المالية، بعدين الجهاز المركزي، وبعد كده هتخش مع الموازنة بتاعت هيئة قناة السويس في مجلس النواب للتراجع تاني وتصدى عليه. في ختام حديثي بقول واكد ان الصندوق ليس له علاقه باصول قناه السويس مره ثانيه او ميزانياتها او مشروعاتها، وده كيان مستقل. يعني نفصل ما بين صندوق قناه السويس والمرفق او هيئه قناه السويس، مفيش اتصال بينهم ومش هيعوموا على بعض وناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجه ليها ميزانيتها محسوبه وبتتراجع ومتراقب من اكتر من جهه. حاجه ثانيه مهمه ان احنا مش هنقتطع من الموازنه بتاعه الدوله عشان نحط في الصندوق، يعني برضو نقطه مهمه، احنا الموازنه بتاعه الدوله بتتخصص وبتتراجع برضو الاول في الهيئه هنا بتتعمل، بعدين بتتراجع في الماليه والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنه الموازنه في مجلس النواب، ثم يتصدى عليها، بيتحدد فيها الجزء الاكبر للدوله اللي هو عباره عن الفائض والضرائب والايتوات، ده للدوله، ويتحدد فيها جزء اخر محسوب ومكتوب ومعروف رقم للمشروعات الاستثماريه للهيئه والتشغيل والمرتبات والوقود والحاجات الاخرى اللي هي بتستخدمها الهيئه بارقام محدده، ما بتتحركش غير من خلال ميزانيه بتراجعها وبتصدى عليها من مجلس النواب. فبالتالي انا ما اقدرش اقرب للجزء اللي هو الفائض والايتوات والضرائب المحدده للدوله، ولا يمكن ناخد منها حاجه. لكن ايه، طب ايه الفلوس هتيجي منين؟ الجزء اللي مخصص للهيئه سواء كان في المشروعات الاستثماريه، دي برضه احنا ما نقربش منها، لكن مشروعات التشغيل والوقود بيتفضل جزء بيتجمع اخر السنه وبيتحاسب عليه تاني برضه، وممكن يترد تاني للدوله، لكن غير الميزانيه اللي هي متحدده عليها. هو ده الجزء اللي احنا سياده الرئيس قال ان احنا يتشال على جنب عشان الظروف الطوارئ، او الاستثمار ويتعمل بيه صندوق بعد ما يبقى جاهز ان هو يبقى فيه صندوق ممكن يتعمل فيه مشاريع عملاقه. هنتكلم برضه عن مشاريع، اولا مشاريع مش تبقى مشاريع بسيطه او هي، لا دي مشاريع عملاقه زي بناء السفن الكبرى والكبيره، احواض، ترسانات، وكل دي هتبقى فيه بيوت خبره لدراسات الجدوى ومتراجعه وجاهزه للمشروعات التنفيذ ذات دراسات الجدوى الناجحة فقط هي اللي هتنفذ. في مراقبين معانا ماليين، وفي مراقبين وفي مستشارين ومتخصصين قانونيين ومستثمرين من خارج هيئة قناة السويس. أنا قلت اللي عايز أقوله، وشكرا لإنصاتكم وآسف للإطالة، وأنا جاهز برضه إن احنا نسمع.